محمد الجواد، يا منار للعباد، يا محمد الجواد. يا اين هشام؟ يلا ابويا، يلا ابويا الصفوف مره يقول واحد. يلا هشام، رحم الله والديكم. عاد يا منار للعباد، يا محمد الجواد، يا محمد، يا منار للعباد، يا محمد الجواد، يا محمد. يا هلا بيك. عاد يا منار للعباد، يا محمد الجواد. يا ويك يا عين، ويك يا عين، فنوحي جزعا لشباب كل قلب صدعا، مقلة الدين له ابيضت أسا وبه احدودب حتى وقعا، وعليه المصطفى والمرتضى قد أقاما مأتم النعي معا، وبكت فاطم فالباب على ضلعها التاسع ها قد دفعا، ذا تقي الآل يا لهفي له، ذا تقي الآل يا لهفي له، كبده بالسم صارت قطعا، أم قتل ليس فضل غدرت بأبي الجود فلاق المصرع، باب باب الله حقدا غلقت فغدا فردا يقاسي الوجع، أفتديه زاحفا للسطح قد ضعفت كفاه مما جرع، تحت حر الشمس وافى حتفه عجباً والضوء منه سطعا، ورمى السم له أعضاءه ودم من جلده قد نقعا، من على السطح رموه للثرى يا لرزء للثريا زعزعا، ظل ملقا كحسين جده وثلاثا نعشه ما شيعا، آه لكن لم يبضع جسمه وعلى رأس القنا ما رفعا، لا ولم تنظر إليه أخته وخيول الكفر ترقى الأضلعا، سمعت صوت عظام كسرت ورأت ما القلب منه انخلعا، ما كفاهم سلبوه ثوبه، سلبوا خاتمه والإصبعا. يا تاسعا واري العلم والحكمة، يا تاسعا واري العلم والحكمة، بارج عليك للناس خيري ورحمة، بارج عليك للناس خيري ورحمة، لمصيبتك هلأت دموع العسل.
سكت هالدم كيامي الأمة والهوى ركن الرشاد يا محمد الجواد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم في هذه التغطية الخاصة بذكرى شهادة الإمام الجواد عليه صلوات ربي وسلامه، إذ يصادف في آخر ذي القعدة من كل عام، ونحن نحيي هذه المناسبة الأليمة على قلوبنا وعلى قلب الرسول وآل بيت الرسول صلوات الله عليهم أجمعين. فهذا هو عهد الله معهم بأن يقتلوا في سبيله وفي سبيل أن يصل ضوء تلك الرسالة إلى أقصى الأرض، ومن واجبنا أن نسلط الضوء على سيرة هذا الإمام تاسع أئمة الهدى، فعظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب الجلل، ونعزي سيدنا ومولانا الإمام المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء بذكرى شهادة جده الجواد، بذكرى شهادة جده الجواد عليه صلوات ربي وسلامه، ونعزي سائر الأئمة الهداة والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله عز وجل أن نوفق أنا وزميلتي أزهار العسكري في إحياء أمره هذه الليلة وتسليط الضوء على سيرته وبعض مواقف حياته إن شاء الله خلال هذه الساعة التلفزيونية. عظم الله لنا ولكم الأجر زميلة ابتهاج. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله إقرارا بنعمته، ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته، وصلى الله على سيدنا محمد سيد بريته والأصفياء من عترته. عظم الله لك الأجر سيدي ومولاي رسول الله وسائر الأئمة الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وعظم الله أجرك يا سيدتي أيتها الصديقة الشهيدة، ولعن الله من آذى قلبك بقتل تاسع الأمناء من ولدك سيدي ومولاي أبي جعفر الثاني محمد بن علي الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. عظم الله لنا ولكم الأجر مشاهدين الكرام بشهادة بحر الجود لكل القصاد، منبع السداد وملجأ العباد، يوم يقوم الأشهاد رافعي راية الحق والرشاد، المقتول ظلما بأيدي البغي والعناد سيدي ومولاي محمد الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. وعظموا الأجر إلى سيدي ومولاي الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونحن اليوم جمعة، نسأل الله سبحانه وتعالى بحق ظلامة هذا الإمام أن يعجل فرجه ويسهل مخرجه، وأن نوفق إن شاء الله أن نحيي هذا العزاء من موكب بغداد إن شاء الله، وهذا العزاء مستمر إن شاء الله إلى حين أن يكون يعني مراسم النعش، وبعدها إذا كانت هناك فقرات من العتبة الكاظمية المقدسة. بالحديث عن هذا الإمام المظلوم الذي قضى 7 سنين وأشهر في حياة أبيه، وعاشر 2 من طغاة عصره كانوا في زمنه، لابد أنه نتعرض إلى جزء من حياة أمه السيدة الطاهرة الجليلة المطهرة اللي اسمها سبيكة أو درة أو ريحانة، واللي أطلق عليها الإمام الرضا سلام الله عليها الخيزران. كانت نوبية من عشيرة ماريا القبطية زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت صلوات الله وسلامه عليها نفس الموقف اللي تعرضت لماريا القبطية بأنه قذفت بأنها أنجبت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله بالزنا. أيضا اتهمت هذه السيدة حينما أنجبت الإمام الجواد بنفس الاتهام، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله برأها حين ذكرها وقال في حياته وقبل أن تولد وقبل أن يولد الإمام الجواد، قال بأبي ابن خيرة الإماء النوبية الطيبة الطاهرة. وكذلك أيضا امتدح الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام الإمام الرضا حين قال ووصفها بالقديسة الطاهرة المطهرة، وأيضا تحدث عنها وقال قدست أم ولدت
طاهرة مطهرة. إذن هذه المرأة العظيمة أيضا لها أثر بحياة إمامنا الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأعتقد بهذه المناسبات لها حق علينا أنه نذكرها ونجلها كما نجل الإمام الجواد سلام الله عليه والإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. نعم، بسبب تأخر سيدي ومولاي الإمام الرضا سلام الله عليه وبأمر الله وبقدره وبقضائه، وكما عود الناس على أن يكون هنالك افتتان، هنالك امتحان ابتلاء، فتأخر عنهم ولادة ولي للعهد أو ولي للأمر من بعده صلوات الله عليه، ولوجود هذه الفئة الضالة من الواقفة كانوا يتربصون بالإمام، لذلك أطلقوا تلك الاتهامات، وقد وصل بهم الحال إلى أنهم قد دبروا بعض القافة، أي الذين يقتفون أثر الشبه ليعرفوا هل هذا الوليد للإمام الرضا سلام الله عليه أم لا. وطبعا وكما هو مذكور في كتب السير والتاريخ، هؤلاء القافة أقروا بأن هذا الوليد المبارك من سلالة الأنبياء والمرسلين، من سلالة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله، وأن له شأنا عظيما. عند ولادته الميمونة قد أمر السيدة حكيمة الرضا سلام الله عليه، أمر السيدة حكيمة أخته بأن تلازم مهد هذا الطفل الرضيع. فهذا الطفل كان حديث الولادة لازمته لثلاث ليال، وهذه حكمة الإمام في أن تكون هذه المرأة الصادقة المحدثة بأن تطلع على بعض أسرار الإمامة، حيث كانت هنالك لهذا الطفل إشارات تدل على أن هذا الطفل مميز ويتميز بنفحات إلهية وأنوار ربانية هذه لا توجد عند أي طفل وليد. فهذه المرأة المباركة الطاهرة تعجبت مما رأته من كلمات، من تسبيح، من تهليل، من تكبير لهذا الطفل، وهو يعني مولود للتو بعمر 3 أيام. هذه 3 أيام ما غادرت مهده سلام الله عليها، فجاءت إلى الإمام الرضا سلام الله عليه وهي متعجبة ترتعد فرائصها مما رأت، حيث لم تر قبلا هكذا حال عند يعني عند أي مولود. هذا طبعا حال جميع الأئمة، ينطقون بالشهادتين، يكبرون، يهللون، يذكرون الله، بعض آيات الذكر الحكيم. فوجه الكلام إليها الإمام سلام الله عليه الرضا بأن ما سترونه من هذا الوليد المبارك أعجب وأعجب. طبعا هنالك حكمة لدى سيدي ومولاي الإمام الرضا بأن نوجه السيدة حكيمة سلام الله عليها بأن تلازم هذا المد حتى تحدث بأخبار هذا المولود المبارك، وهذا أيضا من دلائل إمامته بأنه ينطق قبل سن النطق، وأن هذا النطق اللي عنده كان مو كان على ما تحدث إلا عند الأنبياء وعند الأئمة. نعم. وهذا الأمر حصل مع نبي الله زكريا أيضا بلغ من العمر عتية، حتى دعا الله ورزقه بيحيى عليه السلام وعلى نبينا وآله أفضل التحية والسلام. كذلك مولانا الرضا سلام الله عليه بلغ عمره 40 عام حتى رزق بالجواد، ولكثرة عناية الإمام الرضا تقريباً. نعم 45 يمكن حينما قتل صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام كثرة عنايته بالإمام الجواد، يعني كان كثير ما يقف له، وفي مرة من المرات دخل عليه واحد من الشيعة فيتعجب أنه يشوف الإمام الرضا واقف على رأس الإمام الجواد سلام الله عليه ويبشر له موز ويلقمه، وكذلك تعجب هذا فقال له أنه أنت لهذه الدرجة تتعود يعني تعود هذا الطفل يعني خوفا من الحسد. فهنا الإمام الرضا سلام الله عليه يجيبه بأنه هذا وقوفه بأنه يزقه بالعلم زقة، هذا الوقوف إلى أثر لأنه لازم مهد الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. وبالفعل هو المدة الزمنية اللي كانت يعني لازم الإمام الجواد الإمام الرضا مدة جدا قليلة، ولكن خلفت الكثير من الأمور، وهي يعني كثير من الرواة اللي كانوا في عهد الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني بلغ عدد الرواة 250 راوي كما تذكر مصادر التاريخ. إضافة إلى ذلك مشاهدين الكرام،
هناك حوار كان في عهد النبي محمد صلى الله عليه وآله بينه وبين ابن أبي كعب، ذكر أسماء الأئمة ودعاء كل واحد منهم حتى وصل إلى إمامنا الجواد عليه الصلاة والسلام، فقال إن الله عز وجل ركب في صلبه، أي من صلب الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، نطفة مباركة طيبة رضية مرضية، وسماها محمد بن علي، فهو شفيع شيعته ووارث علم جده، له علامة بينة وحجة ظاهرة، إذا ولد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا لا نتعجب مشاهدين الكرام حينما تتوافد هذه الجموع المليونية من الزائرين المؤمنين حقيقة لكي تطلب الشفاعة كما أنبأها رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو لا يخيب أبدا من يطرق بابه ومن يقصد بنية القربة لله عز وجل ولمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حوائجكم إن شاء الله للجميع يا رب، وجميع المؤمنين ومن كلفنا الدعاء والزيارة بجاه إمامي وسيدي الجواد عليه الصلاة والسلام. هنالك كثير من التشابه بين الإمام محمد بن علي الجواد والإمام محمد بن علي الباقر. الباقر باقر العلوم، والجواد كان باقرا للعلوم منذ ولد صلوات ربي عليه وسلامه، وأوتي الحكم صبيا. التشابه في الاسم محمد الاسم والكنية أبو جعفر وأبو جعفر، يكاد الإنسان أن لا يفرق بينهما إلا من خلال من نشوف بالروايات يقول عن أبي جعفر الثاني أو الأول، لازم أكو أما الأول أو الثاني، أما الأول فهو الباقر والثاني هو الجواد. إذا لم يذكر الأول أو الثاني نتوجه إلى اسم الصحابي أو الراوي الذي يروي عنه، هل هو من رواة أبو جعفر الأول أو أبو جعفر الثاني حتى نميز إحنا. نعم مشاهدينا الكرام، ينضم ويانا زميلنا الأستاذ علاء الجليزي. نعم من باب المراد، من باب المراد، عظم الله لنا ولكم الأجر، عظم الله أجورنا وأجوركم وأجور مشاهدي قناة كربلاء الفضائية وكل محب لآل بيت رسول الله. نحن في هذه الليلة نتعايش وإياكم حزن من أحزان آل بيت رسول الله وظلامة من ظلامات محمد وآل محمد، ألا وهي ذكرى استشهاد الإمام الجواد روحي وأرواح العالمين له الفداء. حقيقة لاحظنا هنالك تكاتف كبير من قبل محبي محمد وآل محمد، وهم يحاولون أن يحيوا هذه المناسبة الأليمة على قلب صاحب العصر والزمان، حيث تواجدت العتبة العباسية المقدسة وكذلك الاستفتاءات الشرعية، حيث رجال الدين الذين يعلمون الناس الفقه والعقائد والتوعية الدينية، وكذلك أيضا الهلال الأحمر وما يقدمه للناس من علاجات ومن نصائح طبية وصحية، وأيضا هنالك مؤسسات ومتطوعين جاءوا أيضا ليخدموا في هذه المناسبة وفي مدينة الكاظمية المقدسة. اليوم محبو محمد وآل محمد تواجدون في هذه الليلة قرب نعم. الإمامين الكاظمين عليهم أفضل الصلاة والسلام. المواكب الحسينية الثابتة التي تقدم الخدمات للزائرين تواجدت وانتشرت على مداخل مدينة الكاظمية المقدسة، وكذلك المواكب الزاحفة السائرة التي المعزية تأتي إلى هذا المحور والمحاور الأخرى تقدم العزاوم ثم تعود من حيث جاءت مع المحبين. معي بعض الموالين الذين يودون أن يشاركوا معنا هذه الليلة الحزينة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعزي رحم الله والديك، نعزي صاحب العصر والزمان الحجة المنتظر باستشهاد الإمام الجواد عليه السلام، وأحب أسمع الشيعة في المقطوعة. خدمتك، تفضل. حزني على مدى الأيام طويل، حزني على مدى الأيام طويل، وعيني على الأحباب تسيل، وعيني على الأحباب تسيل، أبكي إذا يوما فارقته،
فكيف إذا كان الفراق طويل طويل. إمام الجواد عليك بكي أنا وهلت العين، عليك الجواد بكي أنا بكي أنا بكي أنا بكي أنا وهلت العين. إش كثر حنينا لك يا أبو قلب الحنين يا إمام، مر عامون لفقدك والشيعة تنادي بجدك الحسين المظلوم في كربلاء. ما ياخ اللي يروح له زينب هاي بيوم العاشر اتنخت بخوها، اللي يروح لها اللي يروح لها اخو الدنيا تاذي ايها تاذي ايها، يكثر صوته وتكثر بواجيها تكثر صوتها وتكثر بواجيها بواجيها. اخ 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 عليك 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 جيت انشد يا اخويا وما لقيتك وما لقيتك ولا لحقت بيك وودعيتك يا ساعة السادة الفارقيتك. زينب انا العجم والعرب تعرف زينبانة وكل وصلت تجده زينبانة، يزيد عرف مقامي زينبانة عبتن بلا اخو تجسر علي. السلام عليكم، السلام غاتي يا مرحبا، عظم الله اجرك، عظم الله لكم الاجر وعظم الله لكم الاجر قناة كربلاء الله يحفظك على تغطية معظمة ان شاء الله. نعم، أول مرة نعزي صاحب العصر والزمان عبد الله فرجه والأئمة المعصومين والإمام السيد المفدى علي الحسين السيستاني دامت الله بركته بهذا المصاب الجلل، وهو استشهاد الإمام محمد الجواد ابن الإمام الرضا، وهو تاسع أئمة المعصومين من آل بيت محمد. وفي هذه المناسبة توافدت المواكب من أهالي خاصة من أهالي بغداد لأن قريبة على الإمام الكاظمي، توافدت إلى مرقد الإمامين موسى والجواد حزنا على استشهاد الإمام جواد الأئمة. وإحنا نشكر قناة كربلاء على تعنياتها من كربلاء إلى نقل هذه، ونشكر الكادر جميعا ونشكر زوار الإمامين الطيبين، وشكرا رحم الله والديك مولا الله يعزك. سلام خدمتكم خدمتكم عزيز صاحب العصر والزمان باستشهاد والمراجع العظام باستشهاد الإمام الجواد. الإمام الجواد كمصيبة جدي الحسين تاسع الأئمة حجة الله في الأرض كمصيبة جدي الحسين، وأني كل سنة أجي بس السنة الحمد لله الزوار وعد أنه هذا إمام معصوم واجب عليهم زيارته، والإمام الجواد كمصيبة أجداده يعني مثل أجداده ما منهم إلا مقتول أو مسموم. وأنا إحنا جينا موكب رقية من هذه الديوانية كل سنة نجي ونعزي الإمامين الجوادين، ونشكركم. سيد أسألك سؤال يعني إيه برأيك شلون الطريقة اللي نعزي بيها الإمام الجواد؟ والله نعزي بيها الإمام الجواد هي التعزية والبكاء، والبكاء على الحسين وعلى الإمامين والالتزام بالأمور اللي الشبابية الحشمة للنساء الوقار للشباب، يعني مو بس يعني جاي يزورون هاي لازم شوية يلتزمون. حسين بارك الله فيك، نسألكم الدعاء تفضل. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم، من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق الله العلي العظيم. نعز العالم الإسلامي والأمة الإسلامية باستشهاد الإمام محمد الجواد. الإمام محمد الجواد كان رسالة لكل العالم، حتى سيكون هذا الجمع المليوني من الزوار
هو يفهمون قضية الإمام محمد الجواد إن شاء الله. وندعو كل هذه الشباب والشريحة الشبابية خصوصا في الشعب العراقي أنه يتمسكون بالإمام محمد الجواد وبأهل البيت عليهم السلام. أحسنت، بارك الله بك، هنيئا لكم. الله يحفظك، جزاك الله خير. السلام عليكم. خدمتك أسعد. مساء الخير. الله يحفظك. عدي صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف باستشهاد الإمام محمد الجواد عليه السلام. أهدي هذه الآيات الكريمة إلى الإمام محمد الجواد. قارئ قرآن؟ نعم. يلا نسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أوفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون صدق الله العلي العظيم. طيب الله أنفاسك. حقيقة أنت مصداق للزائر الحقيقي المعزي لآل بيت رسول الله. هنيان إليك ولوالديك على هذه التربية وعلى هذا التعليم. وين تعلم قراءة القرآن وتلاوته بهذه الكيفية؟ نعم زميلاتي، نعم. معي أيضا مجموعة من الزائرين الذين يودون المشاركة وأنا جاهز لأي شيء. نعم زميل علاء الجليزي، يعني بودنا انه نسال توضح لجميع الزوار انه هل الطريق مسدود مفتوح لاستقبال زائرين؟ حدثنا عن هذه الاجواء، تفضل. طبعا بحمد الله وبنعمه من آل بيت رسول الله الطرق جميعها مفتوحه، المواصلات موجوده، الزائرين بكل اريحيه اليوم يصلون الى مرقد الامامين الكاظمين عليهم افضل الصلاه والسلام. القوات الأمنية من الشرطة وكذلك المؤسسات والمتطوعين الذين يشاركون مع القوات الأمنية في تفتيش وتسهيل مرور الزائرين وكذلك المرور اليوم. جميع المحاور المؤدية صوب مدينة الكاظمية المقدسة مفتوحة وبكل انسيابية وأريحية. أحسنتم زميلنا علاء جليزي، بارك الله بكم وعظم الله أجورنا تسمحون لي وأجوركم. تفضل. بقي منتظر. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام. راح تكون خدمتك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد أبي القاسم وعلى أجمعه وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين. نعزي صاحب العصر والزمان بمناسبة استشهاد جواد الأمة، باستشهاد جواد الناس الفقراء وجواد ركن الإيمان وركن جواد الخير وركن الإيمان وركن الإسلام. جواد يمثل كل شاب، لأن جواد كان بعمر متكامل من الشباب
فنسأل الشباب ونسأل الناس أن يلتفتون إلى مناسبة استشهاد الجواد، لأن هذه مثل ما نقول قضية ربما تكون هي من النوع الأول. قضية الجواد تمثل باقي الأئمة اللي انسموا واللي انطعنوا، فأسأل من الله والناس أن تلتفت إلى هذا الموضوع. طيب، أنت مجيئك للزيارة والتعزية، مشاركة في التعزية مع عائلتك مع أصدقائك الشباب؟ طبعاً جيتي انفراد، أنا جيت من محافظة ذيقار. هلا بي. جيت انفراد لكن بدون أصدقاء، وهل تعرف امتحانات وهاي، فعندي مشاركة أرد أقولها. اسمع منك. الزهراء تقول أنا دور بالمجال اسمت للمضيعة، بلك الصوت ناعل الولد ينعى، بلك الصوت ناعل الولد ينعى، اتقل يا حسين ارد نحبلك مناح ما نحبها حد، واريد الطم لك لطوم الما لا اطمحت. انا دور بالمجالس مثل المضيعة، بلك الصوت ناعل الولد ينعى، لكن زينب تقلها يمه تعال وشوف كربلا سوت بحالي، يا يمه تقلها مو بعيده مو بعيده، انا شفت حسين من هالزوريده من هالزوريده، حسين تقول زينب انا بعيوني شفت الشمور صعيد على صدره، بالموضع الباس النبي طقه اطنع اشطابره، والخنجر بيده ويهز متل ناحره، والخنجر بيده ويهز متل ناحره. شكرا جزيلا، شكرا لمشاركتكم. هم احباب محمد وال محمد، جميعهم يشاركون بما يستطيعون، ذلك يشارك بالمال وهذا يشارك بالجهد وهذا يشارك بصوته وهذا يشارك بابداعه وفنه، وكلهم اليوم يرسمون صورة واحدة وهي رفع راية محمد وآل محمد. عظم الله لك الأجر زميلنا علاء مرة أخرى، وحقيقة نقول بهذه الأبيات تعزية لصاحب الأمر، لأنه أجمل من شاهد الزائر أنه يكون على وعي أنه هو لمن يقصد الإمام يعزي صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، فأول ما يبدي يتحدث الزائر يقول عظم الله لك الأجر يا سيدي ومولاي يا صاحب الزمان، يعظم أيضا الأجر لمحمد وآل محمد، هذه بقمة الوعي لأنهم هم أصحاب المصيبة. فنقول أبا صالح للكاظمية دمعة على ابن الرضا، تهما سكابا وتزجم، دأبنا نؤدي كل عام طقوسها، بذي قعدة نحيي العزاء ونلطم، سألناك فضلا في قبول عزائنا، فأنت المعزى والإمام المقدم. وكذلك مشاهدين الكرام نذكر هذا جزء من مقطع الزيارة، هذا أيضا تنبيه للموالين والمخالفين الذين يشاهدون في قناة كربلاء الفضائية، من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك، إلى الله تدعون وعليه تدلون وبه تؤمنون. فهم حينما نقول سفن النجاة لأنهم هم يدلون على الله عز وجل وبه يؤمنون، وهم من علمونا الدين المحمدي الحقيقي. وحينما أيضا نشاهد زميلتي ابتهاج المعزين حينما يهدون القرآن الكريم إلى روح سيدي ومولاي الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، حقيقة هذه شيء رائع أنه نهدي كتاب الله لروحهم الطيبة الطاهرة، ونحن على ثقة بأنه هو الإمام المعصوم الذي يسمع الكلام ويرد السلام، وإن شاء الله مأجورين كل من يقدم العزاء بطريقته الخاصة. عندما يقول سيدي ومولاي الرضا سلام الله عليه لم يولد في الإسلام أعظم بركة منه، فكيف تتخيلين شكل البركة عند الشخص الذي يزور سيدي ومولاي الإمام الجواد سلام الله عليه ويدعو ويستجيب الله دعاء، أو يعطي طعام لمسكين باسم الإمام الجواد سلام الله عليه. ففي كل الأحوال إعطاء الصدقات بذل الأطعمة هو باب للمراد، اشتهر في بغداد باسم باب المراد، وهذا باب المراد اللي إحنا نقف به
كذلك شهرة الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج، فباب المراد مختص بالإمام الجواد سلام الله عليه لأنه لا يرد زائرا. فصلوات الله عليه عمره القصير وقد خلف أثرا علميا عظيما وكبيرا. وطبعا احنا وقتنا قصير لربما لا يسعنا ان نطرح كل الأمور، لكن هنالك ومضات يعني نذكرها من حياة الإمام. انه قد يتساءل المرء يقول لماذا لم يرفض هذه الزيجة من ابنة المأمون؟ لماذا يكون المأمون مهيمن على هذا الإمام وهو بعمر التاسعة يزوجه ابنته، ومن بعد يدخل يعني بعد سنتين أو ثلاثة يأتي ليدخل ويبني بها ولا يرفض هذه الزيجة؟ لماذا يحدث هذا الأمر للإمام؟ والله عز وجل في كتابه يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فكيف الله عز وجل لم يدافع عن الإمام الجواد؟ طبعا هذه التساؤلات هي تساؤلات إنسان قاصر وجاهل لا يعي حكمة الله عز وجل. الله عز وجل قد اختار وانتجب هؤلاء الحجج على الخلق، واختار النبي محمد صلى الله عليه وآله هو سيد الكائنات وأعظم الناس بركة على العالمين، ثم نأتي من بعده عترته الطاهرة وهو أكثر نبي أوذي، فقال ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، فلماذا لم يدافع الله عن النبي إذن؟ إذن الله عز وجل لما انتجب واختار هذه المهمة، هذه المهمة ما يقدر يقوم بها أي إنسان، هذا اختار واصطفى اصطفاء هو قادر على مواجهة هذا الأذى بكل ثبات وإيمان وتسليم ورضا بقضاء الله. وهذا ما جرى مع سائر الأئمة، مع أمير المؤمنين، مع الزهراء سلام الله عليها، ومع سيدي ومولاي الحسن ثم الحسين وإمام من بعد إمام. نأتي إلى الأمر الثاني، عند حدوث مثل هكذا أمر أنه المأمون يخطب يعني يسلم بنته ليطلب من الإمام الجواد أن يخطب بنته، يكون بهذا نطح حجية كاملة على إمامة الإمام الجواد سلام الله عليه وهو بهذا العمر. كيف؟ لما حدثت هاي المناظرات تثبتت تاريخياً صار ما بيها مجال للقدح فيها، فصار ملزم للعالم الإسلامي الذين اطلعوا على وجود هكذا ظاهرة بأن هذا الإمام هو حجة من الله، إذ يستحيل على أي طفل بالتاسعة أو بالسابعة أو الثامنة أن يجيب على مسائل كهذه، مسائل صعبة، فهنا ألزمهم الحجة، حجة الإمامة. الأمر الثاني وهو فائدة عظيمة لنا نحن الآن، إحنا نتفاجأ دائماً بأقوال المخالفين والنواصب بالذات يتهموننا بالكذب والغلو، يقولون لا وجود لهكذا حوادث، يقولون أن إمامهم كان بارزاً في العلم، لولا أن يجعل المأمون مجالس مناظرة تدون تاريخياً ويدون ما حدث في ذلك المجلس لكان هذا الخبر من الأخبار اللي يقدحون بها ويكذبوها. الآن ما حد يقدر يكذب مثل هذه الأخبار، إذن هو حمل أمر تاريخيا، لكن من دفع الثمن؟ الإمام. الإمام ضحى بنفسه من أجلنا نحن حتى توصلنا هذه الأخبار ونصدق بها وتكون حجة علينا. الإمام دائما يكون في أقسى وأشد أنواع الأذى ويفتدي شيعته، وهذا يذكرني بقول الإمام الكاظم سلام الله عليه لما خيرت بيني وبين شيعتي فاخترت سلامة شيعتي، اخترت نفسي للموت وسلامة شيعتي. وكلهم سلام الله عليهم دماءهم كلها مبذولة من أجل الدفاع عن الدين وأيضا لحماية يعني الناس أجمع، رحمة للناس أجمع. وأيضا هناك قول الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف مضمونة أنه لولا رحمتنا لا يعني اعترض أنه يحاكي أناس مثلنا، لأنه هو صاحب رحمة صاحب رسالة. فنسأل الله سبحانه وتعالى تعجيل فرجه إن شاء الله، وأن ننال وأن نخترف من تلك الرحمة. الآن ينضم معنا مراسلنا حيدر نصرت، أيضا عظم الله لنا ولكم الأجر. زميلنا حيدر أخبرنا عن المكان الذي تتواجد أنت فيه
وأيضا حدثنا عن أجواء الزيارة، أعداد الزائرين أيضا الذين يتوافدون بهذه اللحظات إلى هذه المدينة المقدسة مدينة الكاظمية. تفضلوا. نعم، تحية لكما زميلتي ولجميع مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل ذكرى شهادة الإمام محمد بن علي الجواد سلام الله عليه. نحن الآن نتواجد في على الطريق الرابط بين جسر الأئمة وفلكة الإمام محمد الجواد، على الطريق المؤدي إلى شارع باب المراد. منذ عصر هذا اليوم نحن نتواجد، وقمنا يعني قبل ساعتين من الآن أيضا بنقل مباشر من هذه المنطقة. الأجواء هي أجواء حزن، أجواء إيمانية، أجواء خدمية لإنجاح هذه الزيارة. يعني منذ أيام هناك استعدادات كانت تجري في شوارع مدينة الكاظمية المقدسة، ابتدأت هذه الاستعدادات من العتبة الكاظمية المقدسة ومن ثم إلى أصحاب المواكب والهيئات الحسينية التي قامت بنصب المواكب والخيم لتقديم الخدمات للزائرين. أيضا الطرق التي تؤدي أو المناطق المؤدية إلى مدينة الكاظمية المقدسة أيضا تشهد انتشارا لمواكب العزاء وتقديم الخدمات للزائرين. الزيارة يعني رغم أن الأعداد كبيرة خلال هذا اليوم وخصوصا في ساعات المساء، لكن يعني لم يتم قطع أي طريق في مدينة الكاظمية المقدسة. رغم هذا هناك انسيابية في حركة المركبات، خصوصا المركبات الخارجة من مدينة الكاظمية المقدسة. يعني كما تعلمين زميلتي أن أعداد الزائرين الكبيرة هذه بحاجة إلى يعني مركبات لنقلهم إلى مناطق سكنهم، بالتالي يعني عدم قطع الطرق أدى إلى انسيابية في عملية النقل من وإلى مدينة الكاظمية المقدسة. لكن ورغم عدم قطع الطرق إلا أن بعض الزائرين أو الكثير من الزائرين آثروا إلا أن يأتوا سيرا على الأقدام إلى مدينة الكاظمية المقدسة. أيضا ما زالت المواكب يعني تدخل إلى مدينة الكاظمية، المواكب الخدمية وأيضا المواكب العزائية من كافة محافظات العراق ومن كافة مناطق العاصمة بغداد، وهناك توقعات بزيادة أعداد هذه المواكب وأيضا بزيادة أعداد الزائرين في الساعات القادمة وصولا إلى يعني يوم الاستشهاد صباح يوم الأحد إن شاء الله. صباح يوم الأحد طبعا حتكون هنالك تغطيات لتغطية النعش للإمام الجواد سلام الله عليه. نعم زميلتي، يعني قناة كربلاء الفضائية كما هو دأبها في كافة مناسبات أهل البيت سلام الله عليهم أن تنقل وتحيي هذه المناسبات وتنقل الصورة مباشرة من أي مدينة تقام فيها مراسم العزاء. وإن شاء الله في هذه الزيارة أيضا مثل ما بدأنا في هذه الساعات بنقل مباشر، سنستمر بعملية التغطية من داخل مدينة الكاظمية المقدسة ومن أماكن متعددة في داخل المدينة وصولا إلى يوم الأحد صباح يوم الأحد، حيث ستجري مراسيم تشيع النعش الرمزي وقراءة مقتل الإمام الجواد سلام الله عليه. نعم زميلنا حيدر، يعني حقيقة احنا هذه الأشياء اللي نشوفها وننقلها للناس من خلال عدسة قناة كربلاء الفضائية معتادين عليها في مواسم الحزن والعزاء لمختلف أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، بودنا أنه تنقل شيء حدث خلف الكاميرا، تحب تنقله للمشاهدين الكرام، شيء علق في ذهنك وتحب تنقله بكل أمانة، تفضلوا. نعم زميلتي، يعني الأحداث أو يعني المشاهد التي نشاهدها هنا كثيرة، لكن أنا في كل زيارة يلفت نظري في كل مناسبة من هذا النوع سواء في ولادة أحد الأئمة سلام الله عليهم أو استشهاد أحد الأئمة سلام الله عليهم، يلفت نظري مشاهد الإيثار من قبل أصحاب المواكب. يعني مسألة الخدمة، مسألة الإيثار على الإيثار على النفس بالنسبة لي أصحاب المواكب، هم يقدمون ما يستطيعونه وما يعني تجود به ملكيتهم إلى الزوار القادمين إلى مدينة الكاظمية المقدسة وإلى مختلف المدن المقدسة. في هذه الزيارة درجات الحرارة المرتفعة تشكل تحدي بالنسبة لأصحاب المواكب،
لكن هذا لم يقف عائقا، بل يعني استعانوا حتى يعني مولدات صغيره لتوليد الطاقه الكهربائيه لغرض تبريد العصائر والفواكه والمياه قبل تقديمها للزائرين. وايضا رغم هذه الخدمه التي يقدمها اصحاب المواكب، هناك ايضا لهم دور في العزاء، في تقديم العزاء من خلال بعض المواكب تؤدي الخدمه و تقوم بتأدية مراسم العزاء داخل مدينة الكاظمية المقدسة، وأصحاب هذا الموكب يذهبون إلى مركز الإمامين الكاظمين سلام الله عليهما لتأدية مراسم العزاء. لكن في هذه اللحظات يعني الأجواء أو الدور الذي يؤديها أصحاب المواكب هو دور خدمي بامتياز، كما تحدثنا كان لنا حديث معهم قبل التصوير مع عدد من أصحاب المواكب، أخبرونا أنهم يؤدون الزيارة بعد عودة الزائرين ويعني بدء التفويج العكسي للزائرين من خارج من داخل مدينة الكاظمية المقدسة إلى خارجها، يبدأ أصحاب المواكب بأداء الزيارة، وأيضا أهالي المناطق القريبة أو المحيطة بمدينة الكاظمية المقدسة يأتون إلى مدينة الكاظمية المقدسة في يوم يعني الاستشهاد بعد قراءة قصة المقتل وبعد يعني خروج الزائرين وتوجههم إلى خارج مدينة الكاظمية المقدسة. نعم زميلتي، إذا يسمح لي الوقت، معي أحد البراعم الحسينية الخادمة في أحد المواكب الحسينية هنا في مدينة الكاظمية المقدسة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم أنت شنو جاي تقدم هنا في مدينة الكاظمية المقدسة؟ جيت هنا أخدم زوار الإمامين الجوادين عليهما السلام. طيب. أنتوا كل سنة هنا تجون بهذه الزيارة؟ نعم كل سنة في الأربعينية نروح نخدم الإمام الحسين وإمام العباس، وهنا كل سنة. طيب قلت لي قبل التصوير عندك مشاركة شعر تقدمه بهذه المناسبة، تفضل. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اجى العباس يم الماي حتى الجربة يمليها، حتى الروح يم زينب والأطفال يرويها، دن الجربة يم الماي قل الماي خليها، ومليها لعيون سكينة ومليها. علي اسمك ثقيل وماكو بثقلة، طحت وبطيحتك هزيت عرش الله، موتك يا علم طر زركان الدين، ملائكة السماء وجبريل لك صلى. هونت المثلين مخلي، هونت المثلين مخلي، طرب الكعبة وطرب الدين، انت المثلين مخلي. أحسنت صلى على محمد وآل محمد. أحسنت محمد، شكرا جزيلا. نعم يعني مثل ما شاهدنا هذا البرعم الحسيني الذي يقدم الخدمة، أيضا هناك مسألة جدا مهمة في كل المناسبات في مدينة الكاظمية المقدسة أو في سامراء المقدسة أو في النجف الأشرف، هناك يعني ذكر للمصيبة التي نعيشها وذكر لمصيبة الإمام الحسين عليه السلام وذكر لما جرى على السيدة زينب عليه السلام، فنشاهد القصائد التي تقرأ ويعني حتى مكبرات الصوت هي تذكر مصيبة الإمام الحسين، أكيد. مصيبة الإمام أبي عبد الله سلام الله عليه، سلام الله. هذا أيضا إحياء، بالتالي يعني هذا ذكر هذه المصائب هي مترابطة في يعني مترابطة من ناحية من ناحية الوقت، هي ليست مترابطة ولكن من ناحية المضمون ومن ناحية أنه هذه الرسالة هي امتداد، وبالتالي في كل زمان هناك حسين وفي كل زمان هناك يزيد يمثل طريق الباطل. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لكم وانضمامكم إلينا، أدام الله علينا وعليكم نعمة خدمتهم إن شاء الله، والتبليغ دائما في إحياء أمرهم إن شاء الله. نعم بودي أن أوجه رسالة بسيطة للناس، وهو وصية للنبي محمد صلى الله عليه وآله، كل زائر يقصد يعني مكان معين بالزيارة، ونحن أيضا نمر الآن بزيارة الإمامين الكاظمين عليهما أفضل الصلاة والسلام، دائما أطلب من الناس يقول لي نسألك أسألك الدعاء، اذكرني بالدعاء، مثلا صلي لي ركعتين. فالنبي صلى الله عليه وآله يقول استكثر من الناس من دعاء الخير لك، فإن العبد لا يدري على لسان من يستجاب له ويرحم. إذا إحنا لما نقلد الناس الدعاء، نعم. يمكن هذا الشخص تطلع الدعوة عن طريق فترة والزيارة. استكثار الدعاء أن أسوي له زين، من كيف يدعي لي من كل قلبه، فعلا. أنا أقدم له فضل، أن أساعده، أن أسنده، فش قد أحصل دعوات حتى لو ما دعالي أكو ملائكة تدعي لي، نعم.
أكو الله ينصفني عز وجل. وحتى أثناء الزيارة خلني نهديها الأرواح محمد وآل محمد لإمامنا صاحب العصر والزمان، يصير الأجر مضاعف. نعم، الشيعة اللي انقطع مثلا حتى أولادهم ما يذكروهم، الناس اللي ما إلهم ذكر نهدي إلهم، هذا كله فضل وبردودة أضعاف أضعاف وخير إن شاء الله لكم. بالحديث عن الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، ذكرتي أنه هناك الواقفة الإمام الجواد، يعني اللي يتوقفون عن الإمامة، مثلا أنا أتولى اليوم الإمام الكاظم وأتوقف ما أتولى الإمام الرضا، وهذا الشيء جدا خاطئ وملعونين أيضا على لسان الإمام الرضا والجواد. وقال أنه الإمام الجواد أن الواقفة هم حمير الشيعة، ويبين الإمام الرضا سلام الله عليه أنه من أنكر إمامة الإمام الجواد، لأنه ذكرتي أنه أنكروا إمامة الإمام الجواد، أما لصغر سنة أو لهم قضايا شخصية لهم، فإنه قد أنكر ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر لابد من أنه أيضا أن نقف عليه. هناك أشخاص دافعوا عن القضية، مثل أشخاص عاشروا الإمام الجواد، مثل ابن السكيت، يقول تقول الرواية أنه كان هو عالم وأديب ونحوي، كان إلى موقف طلب من عند المتوكل العباسي أنه هو يتولى تعليم أولاده، فأدبهم وكانوا يتسابقون، يعني قد ما هم متأدبين من ومتأثرين بابن السكيت أجلكم الله، كانوا يقدمون النعل أمام والدهم. فهنا هذا الملعون المتوكل العباسي سأل ابن السكيت حينما عرف أنه شيعي ويوالي الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، فقال له: من هو أفضل، الحسن والحسين أم أولادي؟ فهنا غضب ابن السكيت وقال: والله إن قنبرة خادم علي بن أبي طالب خير منك ومن والديك. فأمر المتوكل حرسه من الأتراك أن يستلوا لسانه فسلوه فمات من فوره. إذن الإنسان الشيعي اللي يقول أنا موالي لابد أنه يكون له موقف مع محمد وآل محمد، يقول كلمة الحق. فأكو كلمة خير الخواتيم. إيه نعم، أكو كلمة يقول الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام: من استحسن قبيحا كان شريكا فيه. مضمون الكلام أنه لابد الإنسان أنه يكون صاحب موقف فعلا، أنه لما يقول أنا أتمنى أكون مع أصحاب، يكون شجاع في طرح الحق. بالضبط، أن لا يحابي ولا يداهن، يكون شيعي قولا وفعلا، حتى يكونوا من خواص الشيعة اللي يكونوا رفعة رأس ومبيضين وجه أمام الإمام. أهم نقطة إدنا إحنا نقطة ضعفنا كشيعة أنه ما عندهم تسليم. أهم نقطة لازم نربي نفسنا عليها التسليم، التسليم لأمر الإمام، الذوب الذات تماماً، ما عندي أهواء، ما عندي كبر أو شيء يمنعني من التسليم لأمر الله. ينقل الحادثة عن علي بن جعفر الصادق سلام الله عليه، هذا الرجل الرشيد كان من العلماء، ينقل الأحاديث، عاشر من الأئمة، أبو الإمام جعفر الصادق وأخو الإمام الكاظم سلام الله عليه، وكذلك نقل عن سيدي ومولاي علي بن موسى الرضا، يعني عن ابن أخيه حدث، وأدرك محمد الجواد وكان عمره 80 سنة، وعمر الجواد صبي صغير، هو يمشي ويركض يوصل الباب المسجد، من يدخل الإمام الجواد حاسر وحافي بلا رداء ولا أجلكم الله حذاء، يركض إلى الإمام ويقبل يديه، ثم يقول له الإمام الجواد رحمك الله: أجلس يا عم. يقول له: كيف أجلس وأنت قائم؟ يعني في كل الأحوال التبجيل والتعظيم. يعني هذا الرجل بلغ من التسليم والمعرفة بحق الإمام، وذوب كل شيء في قلبه، من حسد، من كبر، من عجب، من غير هذه الأمراض القلبية اللي هي تحبط الإنسان وتسقط عمله وتأخره وتعطله وتفشله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا الشخص من يرجع هذول الأسباب الآخرين، يعني وجود أصحاب السوء، إذا كان يصغي وينصت إليهم أيضا يهلك. فكانوا يأنبوه ويعيبوه ويقولوا له: هذا ابن أخوك، وانت اكبر منه، وانت رجال كبير، وانت عالم، وانت شوف الناس، انت لا تغتر من ينفخوك الناس او يكبرون راسك
أو شيء يقول لك واحد يقول لك هذا أهانك، هذول تحريضيين، هذول شياطين الإنس، فما قدروا حتى هذول على هذا الرجل الرشيد الصالح اللي ثبت على موقفه. قالهم ويحكم ويلكم، إذا كان الله اختار هذا الغلام الصبي لأمره ولم يختار هذه الشيبة قبض على لحيته، فأنا ما أكون إلا عبد إله، ما أستكبر. فأكو مسألة التسليم اللي وقعوا بها أكثر أولاد الأئمة، بالذات الإمام موسى بن جعفر عانى من ابن أخو ابن إسماعيل، علي بن إسماعيل، وكذلك الإمام الرضا سلام الله عليه عانى من إبراهيم بن موسى بن جعفر، وعانى من البطائن وذولا. يعني أكو كثير من أولاد الأئمة ينحرفون عن مسار الأئمة. هنا أكو فتن وزعزعة، دائما أكو اختبار عند وجود الإمام، لازم أكو تسليم، أكو تسليم تام. بعد أنا من أعتقد أنه إمام مفترض الطاعة أوصل مرحلة من الذوبان في الذات، ما عندي بعد يعني أقول أمر أمي أوجب، أمر أبي أوجب، هو أتعلل بالأسباب، هو حجة الله، هو لسان حجة الله، لسان الله في الأرض. نعم، بودي أنا في كل سنة حينما أوفق لزيارة الإمام الجواد أو نطلع تغطيات نحن قناة كربلاء، أؤكد على هذه الوصية كونها هي موجهة للعراقيين خاصة حقيقة. فيقول حينما توجه وفد من أهالي العراق، طبعا من الآداب طبعا للحجاج لما يروحون لزيارة مكة المكرمة يروحون يزورون الإمام المفترض الطاعة اللي كان عايش في تلك الفترة. فكان في ذلك الفترة الإمام الجواد راحوا وزاروا الإمام الجواد قبل وبعد الحج، وهذا الشيء ولله الحمد يفعل حجاجنا العراقيين، إن شاء الله يكملون مراسم الحج ويرجعون سالمين غانمين والله يتقبل منهم مقدما. فالإمام هذول العراقيين لما اجتمعوا حتى يأخذون بعض الأجوبة من المسائل اللي كانت بخاطرهم، أوصاهم الإمام الجواد بهذه الوصية فقال إلى أهل العراق: إن سويداء قلوبنا أمانة في أرضكم. يعني هذه المشاهد المقدسة هي أمانة في أرضنا، فصونوا مأتمنكم الله عليه، صونوا مشاهدهم وأكثروا من زيارتها. هذه الزيارة هي موصات أيضا من الإمام الجواد سلام الله عليها، فإنها شفاعة لمن زارها يوم القيامة. والله هنا يقسم الإمام، والله من زارها مؤمن مخلصا داعيا حزينا باكيا إلا أدخله الله الجنة بإذنه وبشفاعة ساكنيها، ما بقيت الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن هذه كلها الزيارة ذكرها الإمام الجواد سلام الله عليه، وأمن أهل العراق، وإن شاء الله يكونون أهل العراق بهذا الكرم بهذا العطاء، يعني يكونون هم من الملتزمين لهذه الوصية للإمام الجواد وهو صاحب المصيبة، وإن شاء الله نكون دائما بشفاعة الإمام الجواد والإمام الكاظم، الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك أبي الفضل، الإمامين الهاديين العسكريين، وكذلك أمير المؤمنين ويحسوب الدين بأبيهم وأمي عليهم أفضل الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أن نوفق إن شاء الله بالخدمة وأيضا بالطاعة والتسليم لولي الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأهم شيء أن نهتم هذا الاهتمام، يكون اهتمام نقتبس من نورهم، اهتمام طاعة، يعني يكون هم همنا من ناحية أمرهم أن نطيع أمرهم، مو يكون فقط الحزن، يعني لا نكون بارعين في البكاء وفي إحياء أمرهم من ناحية البذل ومقصرين من ناحية التطبيق. نعم الحمد لله اللي جعل هذه الوسائل هي اللي تغفر ذنوبنا وتقصيرنا وإسرافنا على نفسنا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني كثير من الأمور لما نتفكر بها نحمد الله عز وجل على ما قضى وقدر، ليش خلقني في هذا الزمن مو غير زمن؟ البعض يعترض، أنت أوجب عليك أن تشكر الله على هذه النعمة اللي حباك بها، أنت ش مدريك لو كنت في غير وقت في غير زمن كان طعت إمامك، كان أديت ما عليك من حق تجاهها، أنت قد تكون مأمور بالتقية ومأمور بالصمت فتتكلم، قد تكون مأمور بحفظ أسرارهم فتفشيها،
قد تكون مأمور بالنصرة وبذل النفس والمال والولد وتقصر. احمد ربك أنت في هذا الزمن، هذا الزمن يضاعف به الحسنات لغيبة إمامنا، ومدام عندك نية صادقة بنصرتهم تسجل عند الله ناصرا. وحقيقة قد صدقوا ما أهدوا الله عليه من النصرة الذين بذلوا مهجهم في سبيل الدفاع عن هذه المقدسات والدفاع عن هذه الأرض. إن شاء الله تكون ثواب هذه الزيارة أيضا إلى أرواحهم الطاهرة أكيد المقدسة إن شاء الله. وبما أنه اليوم يوم جمعة، خلينا نذكر بدعاء إمامنا عليه الصلاة والسلام، نقول: اللهم إني أسألك أن تريني ولي أمرك ظاهرا نافذ الأمر، مع علمي بأن لك السلطان والقدرة والبرهان والحجة والمشيئة والحول والقوة، فافعل ذلك بي وبجميع المؤمنين. لما ذكر زميلتي أنه يكون هناك تطبيق، أنه أنت أيها الشاب، وأنت أكثر شباب الآن يمكن خلصت فترة الامتحانات والكليات أيضا بعدهم دي يمتحنون، اهدي هذا العلم للإمام الحجة أو للإمام الجواد. يقول أنا خلي أكمل علمي وأكون رافع رأس إمامي بيه، لما يظهر الإمام الحجة يحتاج إلي، يحتاج أنه أنا أكون باني بهذا المجتمع، حتى أيضا ما تمر علينا نكون يعني معذرة من هذا الكلام، حتى ما نكون أناس ما نفهم تمريرات الناس اللي تريد أن تخرب أو أن تريد أن توعدنا عن إمامنا. كل شيء، كل عمل تقوم به هذا ثوابه في سبيل الله وعلى حب إمامي صلوات الله وسلامه عليه، كل هذا ينكتب لك بأجر. وفعلا إحنا إن شاء الله لما نعمل هذا الأمر نكون إن شاء الله مسددين. ودعواتنا أيضا لكل طلبتنا الأعزاء الشباب والموالين ولفعل الناصري لمحمد وآل محمد النجاح والموفقية إن شاء الله، ويكونون فعلا قرة عين لسيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام، اللي أيضا نذكرها بهذه المصيبة، إذ هي أيضا ظلمت واستشهدت في عز شبابها كما استشهد صلوات الله وسلامه عليه مولاي الجواد. نعم، وجزا الله خيرا على عسيلي العاملي اللي قرينا قصيدته بمطلع البرنامج بالبداية، لما ذكر أنه ضلعها التاسع شبه أنه قد كسر، هذا الضلع التاسع شبه الإمام التاسع، هو الإمام الجواد سلام الله عليه. للإمام الجواد الكثير من الآثار والعلوم اللي خلفها، والمناظرات مناظرات جدا روعة، سقط الأحاديث والروايات الموضوعة، ومن أبرز وأهم الأحاديث والروايات الموضوعة للمخالفين اللي لا زالوا يرددوها حتى اليوم. لذلك نحن نناشد الشيعة أن ينشرون هذا العلم فيما يخص الإمام الجواد، وكيف سقط هذه الروايات بكلمات بسيطة من المنطق العقلي ومن القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله. وحقيقة يعني أي شخص يسمعها رأسا يسقطها لهذه الروايات ما يبقي منها، ومنها الكثير من الروايات اللي لا زالت تعتمد، وله الكثير من الآثار. وأفضل ما وجدته من دعاء قد تركه سلام الله عليه هنالك العشرة المناجات، هذه العشرة جدا مهمة ومفيدة لكل أمر عسير. هنالك مناجات الاستخارة، هنالك مناجات للخلاص من الظالم، وهنالك مناجات لنيل الرزق، وكثير من المناجات. بهذا نختم وإياكم، وقد أدركنا الوقت للأسف، ونتمنى أن يتمدد الوقت، لكن هنالك تغطية أخرى يستمر فيها مكتب بغداد لقناة كربلاء الفضائية في هذه التغطية. Hey, 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 hey
للغايب نشكي للحالة من يا جانب لما نبجي هاي الليلة أعلى أعلى هاي صواتي عاد نادي عرسي سعيد الصافر رميتي هاي صواتي شيعت نادي أمي ومشكومي الهادي هاي صواتي شيعت نادي مظلومي ومشكومي الهادي وكنت بك كن أضي الحادي وتنجيبك كن أضي الحادي وفضعنك أنا كم وحدي هاي اللي هاي اللي هاي صراحي عاد نادي مظلوم ومسلم والهادي وتلدي بكجن حظي الهادي وفضعنا صاحبكم وحدي هايل هايل ليلة النهار وانت حرك صدها عن جدك يا المهدي انشدها النهار وانت حرك صدها عن جدك يا المهدي انشدها كملوعو محنا شاهدها كملوعو محنا شاهدها عابر ويسامح ويعدي هاي صيح صيح هاي الليله لو نشكي لك يا مولانا تسمعنا وموجودي ويانا لا نشكي لك يا مولانا اسمعنا وموجودي ويانا شوف بعينك دنيا هلا وتشوف بعينك دنيا هلا حاضل معروف اللي يجدي هاي صيح صيح هاي الليلة